السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. وَمَا نَكَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب عليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأرض ذلك فوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالوادي المقدس اذهب إلى فرعون إنه طغى فيها غير مفوى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من جاري لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسائها راجية في جنات عالية لا تسمع فيها لغوية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأقرب موجوعة ونمارق مصفوفة وجرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
عذابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نصرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.